يا نهار اسود يخرب بيتك يا اخي ابو البحر انت يا بابا. لقيت في تلميذ هنا في السجن، انت عارف ان ابوك كهربائي قديم بقى، ففكيت السجلين لما مشتهم جيت بقى كده حد ضربك فمش عارف. الله كان لازم تلعب في عند الفندق، ما كانتش شغاله حلوه. ليه كده يا اخي ابو البحر انت؟ يا عم لا وربنا ما هتكون ده، انت فاكرني هعديها لك كده ولا ايه؟ انا حافظ الدور ده، لا مش عليا. الو غرفة 507 حضرتك الشارع اتحرق، باب البحر ابني اللي بوظها. هاوس كيبنج ادخل. ايه ده ألبوم امك؟ لا حضرتك انا بدفع بس حق الشاشة. جدع ألبوم امك راجل، يلا ايوه اشتغل كده. انا اتلف شايف علي اصلاح. مش لما اكون انا اللي اتلفته يا رب صبرني جاي. صبرني يا رب، اعمل فيهم ايه؟ في الاخر اللي بلبس. ربنا انت يا زفت خلي بالك من اخوك لا يغرق. انا اللي خلي بالي منه؟ ده هو اللي خلي بالي مني. حاضر يا امي حاضر. خلي بالك مني بس يلا. بقول لك انا عايز اجي العب معاك هناك. لا اوعى تيجي، لو جيت انا هتغرق يا عمي. من هنا بغرق برضه. طب خليك انت، بس خليك وانت مش هتغرق. الحقني الحقني بغرق. جاي جالك استنى. خليك عليك ما تغرقش. لا بجد بتهزر ولا بجد؟ بجد المره دي الحقني بغرق. استنى استنى ضحكت عليك برضه ما بغرقش. انت عايز سمك طلع كده مين يالا؟ تصدق لو غلطت انا مش جاي لك؟ يوه خدي تعالي بقى الحقني بقى. ايوه يا اخويا استعبط استعبط مش جاي لك. بغرق والله بجد. يا نهار اسود سيب اخوك يغرق. بيغرق مين يا ام؟ ده بيستهبل كل مره. كلب البحر بيغرق اهو والله، عملها كده مرتين قبل كده بيستهبل.